يشارك مسجد حسن الثاني بصفته معلمة كبرى تمثل المملكة المغربية في الدورة 11 لساعة الأرض. هذه التظاهرة التي تنظم سنويا من طرف الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك بإطفاء جميع الأضواء وقطع جميع التيارات الكهربائية داخل المركب المسجد ما عدا الأساسية، بغية الحفاظ على الطاقة، وكذلك إيصال رسالة لأهمية الطاقة، وكذلك حتى نحد من التيارات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. Thank you.